أكيد هو يوم ما يتنسيش خالص في البشرية عامة، مش في كرة القدم بس. يعني يوم طبعا صعب جدا جدا بمجرد التفكير فيه أو الذكرى يعني. لكن رغم مرور 7 سنين، لكن الواحد حاسس بالناس وأهلهم يعني. فربنا يصبرهم يعني. مشهد صعب جدا يتكرر زي ما قلت لك في البشرية، لكن احنا كمان بنبقى حريصين في يوم زي ده التواجد بشكل كبير قوي، خصوصا العصر كمان يعني. انا كنت موجود في طبعا كنت موجود في اليوم ده. هو ما زال كابوس يعني، ما تقدرش تنساه ابدا يعني. لكن ربنا يصبر اهله.